تندرج في إطار المشروع الوطني للصرف الصحي، البرنامج الوطني للصرف الصحي اللي يهم مجموعة ديال المدن على الصعيد الوطني اللي هي عاجزة على أن تنفذ هذا المشروع هذا نظرا لمحدودية الميزانية ديالها. لذلك تدخلت الدولة ودارت هذا البرنامج هذا وتشرف عليه لجنة إقليمية برئاسة السيد عام التنفيذ ديالو، وكذلك كاينه لجنة محلية اللي كينعقدوا الاجتماعات ديالها على مستوى البشوية برئاسة السيد باشا، وكاين من طبيعة الحال اجتماعات أسبوعية اللي كدار في المكاتب ديال الأشقر اللي كبيرة في الشونطي. إذا هذا المشروع هذا جاء في هذا الإطار ديال البرنامج الوطني للصرف الصحي. هو للأسف تأخرت القليعة عن مجموعة ديال الجماعات بداية الأشغال ديال هذا الصرف الصحي، ولكن الحمد لله من بعد جهد ماشي قليل، جهد كبير جدا دار على هذا المستوى هذا من طرف بطبيعة الحال مختلف الفرقاء ومختلف الإدارات على رأسهم السيد العام سي أبو الحقوق اللي كانت واحد الرسالة أخيرا اللي كان صيفط وزارة الداخلية هي اللي سرعت من طبيعة الحال تمويل ديال المشروع ديال الصرف الصحي خصوصا في الأجزاء ديالو الستة اللي كاينة على مستوى الجماعة الأقليمية. إذا هذا المشروع هذا جاء في إطار هذا البرنامج. الدراسة إمتى دار واش تعاود دار واش من طبيعة الحال كدار الدراسة وتدار التحيين ديالها، وهذا الشيء طبيعي جدا. راه حتى في تنديرو لنا شي مشروع عار على مستوى الجماعة تنديرو الدراسة وتنعاود تنحيينو بناء على معطيات جداد. تتعرفوا المركز ديال القريعة فاش كان البناء العشوائي ديال سنة 2011 راه البناء تزاد غير في السواحل، وانتم تعلمون ذلك انتم أبناء القريعة، يعني تزادوا البنايات حتى في وسط الأحياء اللي كانت مرخصة للبناء، وكاين واحد العدد ديال الرخص ديال البناء مكدسة في الأرشيف ديال الجماعة ديال القريعة ما سحبوهاش مواليها وجاو في 2011 وبناو بشكل عشوائي. كانت هذيك الموجة سنة 2011، إذا الناس بناو في وسط الأحياء اللي هي قديمة، ما يمكنش جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ديال الديور ولا تزنقها في وسط حي قديم كذلك تستثنى من هذا المشروع هذا. إذا دارت الدراسة الأولى دارت في عهد السي الصالحي الله يذكره بخير، كان دارت على رمسة، كان المفروض هذيك الساعة على أن رمسة والأستاذة راكين بعض الأعضاء هنا اللي كانوا النواب وكانوا موجودين آنذاك. دارت الدراسة الأولى أنا شفتها عند رمسة، مشيت جلست مع المدير ديال رمسة كانوا معايا الأستاذ النواب جلسنا معاهم وعطانا الدراسة اللي دارت. دارت دراسة أخرى واش في سنة تقريبا واش 2004 كان مجلس يترأسه آنذاك العربي كانسي، ولكن ديك الساعة ما كانوش اتفاقية ديال التمويل، ما كانش ديك الساعة داك البرنامج الوطني ديال الصرف الصحي. دراسة الدار من يمول؟ مثلا رمسة ولا رونيك بغات تجيب سيكون كورسون ديالها، ولكن من يمول؟ الجماعة ديك الساعة غير قادرة، كانت جماعة قروية محدودة الميزانية ديالها. إذا فاش دار البرنامج الوطني عاود داك الملف تحرك. إذا شنو دار؟ دار التحيين ديال الدراسة سنة 2013. هادشي اللي دار، دار التحيين ديال الدراسة سنة 2013. مع اي طرف انكم كديروا ليه واحد مختلف بين هذا المسخنا ديال الكومبليكس لا دابا لا دابا لا دابا ربط على المحضره متعلق بهذه النقطه لا ولكن راه ما يمكنش كان صادق على شي حاجه ما عرفتهاش واش مصدق انا على شي حاجه يعني الجهود لا ما فيهاش لا فيهاش حاجه ما عرفتهاش لا فيها لا فيها ملي يجي السيد الرئيس ديال يقول ولا ديال الجلسه يجي يقول لك اودي راه تم الاتفاق شنو هي الحاجه اللي كتاكد لي انا بان راه تم الاتفاق هذاك المحضر هو اللي كيعكد لي انا دابا غدا ولا انا مفروض عليا انه الحاجه الا كانت شي حاجه في صالح المجلس وفي صالح هذوك الناس المستفيدين راه مفروض عليا انا نصوت عليها وسالي انا دابا واش غنصوت عليها الا غدا لقيت شي حاجه شي مواجهه اخرى غادي نولي انا متحمل المسؤوليه ديالي ممثل ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء، ولكن اللي دار الدراسه ديال هذا المشروع هذا هو الوينو قطاع الماء، هما اللي داروا الدراسه، ربما كانت دارت شي دراسه في 2005 على ما اظن، ولكن من خلال الجواب ديال المدير الجهوي خلال الدورات قال لك بلي راه من بعد 2012 يعني هذيك الثوره ديال البناء العشوائي اللي كانت يعني من بعد هذاك الشيء راه درنا دراسه اخرى هي على الشغلنا، ولكن من بعد من خدامين الاشغال ديال المشروع كنتفاجئوا في بعض التصاميم يعني اقصاء بعض
الاحياء اللي هي احياء قديمه القليعه، احياء اللي هي الاصل ديال القليعه مقصين في هذه التصاميم هذه. اليوم حنا ولا الكل ولو وكذلك انتم عندنا هذاك السؤال، شكون السبب ديال الاقصاء ديال هذه الاحياء هذه؟ علاش هذه الاحياء هذه ما دارتش في الدراسه؟ يعني شكون اللي دار هذه الدراسه هذه؟ واش المجلس اللي دارها؟ واش لونيك اللي دارتها؟ واش شي جهه اخرى دارتها؟ واش مكتب دراسات يعني ما مخاطش القليعه ودارها شي بلاصه؟ يعني ما جاش حتى العلم المكان، ما هبطش العلم المكان باش يعرف الاحياء اللي كاينين. كما قال المامون راه كاينين بعض الاحياء اللي هي حديثه العهد وكاينين في هذيك التصاميم، يعني في هذيك الدراسه، بينما انه كاينين احياء اللي هي قديمه وكاين منازل اللي هي قديمه ربما انها تبنت بعد شويه، ربما انها مرخصه، ولكن ما كاينينش الا انه كنفاجئوا حتى في نفس الحي نفس السيكتور تلقاو زنقه كاينه في الدراسه وزنقه ما كايناش، وهذيك الزنقه اللي ما كايناش هي القديمه، كاينه في لاريسيسيون ديال 2007 كاينه فيك، لاريسيسيون ديال القليعه ديال 2007 كاينه في هذيك الزنقه، وهذيك الزنقه اللي دازت يلاه كاينه في لاريسيسيون ديال 2012 ما كاينه حتى في 2007، يعني حديثه العهد، دات غير يعني تحدثت غير في 2011 ربما هذاك البني العشوائي. هذه مجموعه ديال التساؤلات. قلنا ربما غادي يكون شي ممثل ديال لوينو انه يعني جاوبنا عليها باش نجاوبوا حتى حنا المواطنين، لان المواطنين عاد تيقلب اليوم تيقلب شكون السبب ديال الاقصاء ديال هذه الاحياء هذه، شكون اللي اقصاهم ما داروش في هذه الدراسه. ولكن اللي سوء الحظ يعني ما كاينش، نامل انه الدوره العاديه هذا طلب ديالنا، وكنت قلتها للسي المنصوري قال لي ودي غادي نشوفوا الدوره الجايه انه نحضروا ممثل ديال إذا الأحياء كلها ما كانش، كان بعض المنازل بحال دابا بوتان كان فيه مالي، جيتي للشريده فيها مالي، جيتي لسميتو كاين مالي، ولكن لا ما كانوش الأحياء كلها. ولكن حين تنفيذ مشروع الصرف الصحي ولا حين غدير الدراسة راه ما غاديش تاخذ داك الكونيكتور وغتبرونشيه من الماكس برانسيبال وغتديه مثلا دار لوري وغتنقز كاع دوك الأحياء اللي كاينين في وسط المدينة، وكاين محضر يقول يا كاين محضر كانت حاضرة فيه الجماعة وفيه العمالة وفيه الناس ديال الغوليب يحثون على إدراج الأحياء اللي قريبة من الماتس برانسيبال، لأن المشروع ديال الصرف عارفين إنه ما غاديش يشوفوا القليعة تماما، ما يكذب عليكم شي واحد عارف. لا نهضر قديم، نهضر قديم سنة 2008 عندي محضر هو فيكم به إلا بغيتو، كان اجتماع على مستوى الإقليم وكانوا كيقولوا على أنه خصهم يتبرونشاو هذوك الاحياء اللي هما السونتر ديال القلعه خصو يتبرونشا من بعد كتم التمديد ديال الشبكه، وهادشي اللي كاين في المدن كامله ماشي غير القلعه بوحدها. لان هاد العشوائيه اللي كاينه في هاد الخدمه ديال الورد الحر ما فهمناش حنا شكون المسؤول عليها. بس سي حسن كيقول الحي اللي هو خدامين فيه الناس في الورد الحر واحد الزنقه دازت وحده باقيه، علاش دازت هادي؟ علاش بقات هادي؟ الله اعلم. بنعرف واش كاين شي واحد اللي شي متتبع ديال الجماعه، شي تقني ديال الجماعه اللي كاين مع هاد الناس وكيدير القرار ديالو للجماعه، كل هاد الناس قدام الغار على خاطرهم. وبغينا نعرفوا الاقصاء، ما غاديش نقول الاقصاء اللي يعني نقول واش مقصود ولا غير مقصود، الله اعلم، ولا في مسائل سياسيه ربما، وهذا هو اللي غيكون صحيح. Thank you.
Yeah.